صباح اليوم وزير التعليم العالي السنغالي بزيارة إلى بعض من الجامعات والمعاهد العليا بالبلاد. يرافقه في هذه الزيارة وزير التعليم العالي مكاي حسن تايسو ورئيس جامعة أنجمين محمد الأمين أحمد، وتفاصيل هذه الزيارة. في ظل العلاقات الحميمة التي تربط بين البلدين تشاد والسنغال، جاءت زيارة وزير التعليم العالي بدولة السنغال للبلاد بهدف الوقوف على التعليم العالي وإلقاء نظرة عن قرب على المنهج الذي يتناوله الطالب التشادي. جاءت الزيارة الأولى بالمدينة الجامعية بتكرا فرع جامعة أنجمينا. وزير التعليم العالي مكاي حسن تيسو أطلع نظيره السنغالي البروفيسور ماري جون نيان على الخدمات الجامعية والتي تتمثل في المنح الدراسية ووجبات الطعام التي تقدم للطلاب بأقل تكلفة. أما الزيارة الثانية فكانت بالهيئة الوطنية للامتحانات بحي قاسي. التقوا بالمسؤولين بالهيئة للتعرف على كيفية وضع الامتحانات ومراقبتها، بالإضافة إلى توثيق الشهادات. وشملت الزيارة قاعة تصحيح الامتحانات والمراقبة، وكذا مقر استخراج بطاقات امتحانات الشهادات الثانوية الممغنطة. أما الزيارة الأخيرة كانت بالمركز الوطني للبحوث والتنمية، حيث قدم لهم مدير المعهد البروفيسور محمود يوسف خيال شرحا وافيا عن المعهد وأقسامه المتفرعة والمنهج المتبع فيه. كما تفقدوا بعض الأقسام بالمركز بدءا من قاعة الصور الأثرية، حيث وجدوا شرحا لبعض الآثار والتعرف على تاريخ اكتشافها، كما وقفوا على معمل تجميع الآثار وتركيبها، بالإضافة إلى صالة الاجتماعات والتدريب، وأخيرا مكاتب الاتصالات الحديثة بالمركز. وفي ختام هذه الزيارات التفقدية، تحدث وزير التعليم العالي عن هدف زيارة نظيره وزير التعليم العالي السنغالي والوقوف على سير التعليم العالي في البلاد، كما تأسف على حالة الشغب التي حصلت من بعض طلاب المدينة الجامعية بتكرا. مشينا زيارات، مشينا زرنا تكرا، مشينا زرنا أونكس، وهسه جينا في سنتر ناسيونال دو ريشيرش فور لو ديفلوبمون. يجينا نشوفوا كيف نوصف بعض من الأشياء اللي عندنا هنا، ممكن يقدروا يجيب نبدلوا فوق أفكار. ومشي هذا قال لنا في النظام هنا البكالوريا عندنا مقدمين فوقهم، عشان هم ممكن الاكسبيرينس حقنا قاعدة، ممكن هم كلهم يجوا يستفيدوا منا، وأنينا كلنا يستفيدوا منهم في بعض من الأشياء في النظام هنا التعليم العالي. والبرجال اللي بيجي فجور نقول شغل ما واجب، يعني مشينا جايين اليوم كان قاعدين من بعضنا، ما ممكن ما شغل مقاسم عندنا، ما عندنا ضيوف، ممكن الطلاب ما يسوي اضراب مش يسوي فجره، وقاموا بعد كسروا من بعض من الارباطنا كما ممكن، ونطلب منهم ممكن يتذكروا في شغل الله وقبل في النظام الكويس. يعني اي وقت البابنا قاعد مفتوح وفي الديالوج كله قاعدين مستمرين، علما بأن مثل هذه الزيارات تعزز من سير التعليم العالي وتطويره في البلاد.